السلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي وحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. بعد زيارة بعثة الكاف، الترجي جاهز للمشاركة في السوبر ليج الافريقي. يتصدر الترجي قائمة الأندية المرشحة للمشاركة في السوبر ليج الافريقي. في هذا الصدد أرسلت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بعثة تفقدية إلى تونس للاطلاع على المنشآت الرياضية والوحدات الفندقية ومختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم المباريات في ظروف جيدة وحسب المعايير الدولية. بعثة الكاف زارت حديقة الترجي وكان في استقبال عدد من المسؤولين البارزين في نادي بوسويقة على غرار الرئيس حمدي المدب، وساعده ذراعه الأيمن الهاشمي الجيلاني. هذه هي البعثة الدولية، استكشفت مختلف المرافق ونقلت بين كافة أرجاء مركب مرحوم حسين بالخوجة لتخرج بانطباعات جيدة، خاصة وأن الفريق بذل قصار جهده في العوام الأخيرة لتهيئة الحديقة والعناية بملاعب التدريبات وتركيز أحدث التجهيزات الرياضية والمعدات التقنية. هذا طبعا في انتظار تجاوز الحواجز القانونية والعوائق الإدارية ومنح الضوء الأخضر للفريق لتشييد مركب عصري ومن شأنه أنه يخفف من ضغوطات مسلطة على الحديقة به. وفد الكاف أدى أيضا زيارة للرادس، بما أنه الفضاء اللي يحتضن مباريات الترجي على المستويين المحلي والدولي، ويمكن القول لأن التقرير النهائي لهذه البعثة سيكون إيجابي وسيتخطى ممثل تونس حتما امتحان المنشآت اللي أصبحت كابوس مزعج بفعل حالتها الكارثية وعدم تطابقها مع المعايير الدولية. الترجي ضمن مبدئيا التواجد في السوبر ليج، وهي المسابقة القارية الجديدة اللي أطلقها الكاف بحضور 8 أندية، وسيتم تخصيص عائدات مالية ضخمة لفائدة المشاركين، حيث سيغنم الفائز باللقب ب6 ملايين أورو، قرابة 20 مليار بمليماتنا. وقد نشر الترجي بيانا يوضح من خلال تفاصيل الزيارة اللي قامت بها بعثة الكاف، مؤكدا أن النسخة الأولى من هذه المسابقة القارية ستكون في شكل مباريات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، وسيبدأ السباق بخوض مباريات الدور الربع النهائي بين أكتوبر ونوفمبر 2023. وتثم القائمة الأولية المشاركين في السوبر ليج: الترجي من تونس، الأهلي من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، سيمبا من تنزانيا، حورية كوناكري من غينيا، مازيمبي كونغو ديمقراطية، سان داونز من جنوب أفريقيا، وهارتس أوف أوك من غانا.